سبقت وقلت الشعور ديالي ما كيتوصفش، وشرف لي نكون في هذا المهرجان الكبير. كنبغي نشكر مهرجان موازين على الاستضافه الزوينه، والحاجه الزوينه هي حطوني مع فنان كبير عبد الله الداودي، كنوجه له تحيه وان شاء الله كنتمنى كل شيء يدوز بخير. والله شرف لي نكون كنجبل الزينه الداوديه، وبالنسبه لواش كنجبلها في الزين ولا في الغنى في كل شيء. مرحبا، شرف ليا كنكون جبل الفنانه زينه الداوديه، كنوجه لها تحيه. وكيف سبقت جمهوري راه لقبني بمولات البندير، يعني انا راه عندي واحد السيل ديالي شعبي، كيف كنقولوا العونيات، داك السيل شعبي عصري قديم. يا ربي ماشي عصري قديم، شعبي قديم. ومؤخرا غنيت السيل شبابي باش حتى نكون حتى من الجيل الشبابي، حقاش انا باقا صغيره. الاشاعات ما كنامنش بهم صراحه، الله حاجه عاديه دي من الفنان ملي كيتسلطوا عليه الاضواء راه كيقدروا يطلقوا عليه اي حاجه، وهذا الشيء كيجيني عادي. ضروري راه المشاهده هي كل شيء، لما كانش غادي تشاف العمل ديالك راه والو. ماشي سهله، ماشي سهله تحقق تكسب جمهور، حقاش الجمهور اللي بغيتي تكسبوه خاصك تكون ظريف، تكون متواضع. هذا على الفنان يكون ظريف، يكون متواضع، الغنى ديالو يكون نقي باش يقدر يبغوك المغاربه وتدخل لبيوت الناس، حقاش ماشي سهل تدخل بيوت الناس باي حاجه. عندي ديو مع الفنانه هدى سعد، ديو مع السويري، والجديد ديالي ان شاء الله مع ديجي حميده.